احمد جابر كابتن فريق الالومنيوم، مسدده بره الجول. يا ولد يا ولد يا احمد يا جابر، هدف عالمي. بقول ايه؟ بقول الفناجيلي، بقول ايه؟ بقول الشاذلي، لكن فيها احمد جابر. احمد جابر يعيد المباراه الى نقطه البدايه. يا سلام عليكم. خلف بيعمل ايه؟ خلف بيعمل ايه؟ جابها بالشبكه. خلف 32 دقيقه، الدقيقه 32 من عمر واحداث الشوط الثاني. ينجح احمد جابر في احراز الهدف الثاني في الهدف الاول وهدف التاني.